السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كما تعودنا في كل جمعة أن نطيف القلب والفكر والخاطرة حول شيء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في السلسلة الموسومة بالقطر الندي من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء الثالث: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يقوله في الاستفتاح، وتارة يقوله أيضا في قبل السلام، في بعد التشهد قبل السلام، وعلى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا للإنسان أن يقوله في أي وقت. وهذا من أكد الأدعية التي ينبغي أن يحافظ عليها، وهو من الأدعية الثابتة في الصحيحين. ففي قوله معناه: رب اغفر لي خطيئتي، أي رب اغفر لي ذنبي وخطئي الذي ارتكبته وجهلي وما ارتكبته بسبب الجهل، ما فعلته عن جهل من مخالفتي أمرك يا رب، أو من تقصير أو من غفلة بسبب الجهل، وإسرافي في أمري كله. الإسراف هو مجاوزة الحد، والمراد هنا الإسراف في ارتكاب المعاصي والإكثار منها، وما أنت أعلم به مني. وهذا فيه تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى مع الانكسار والإخبات لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان عنده كثير من الذنوب لا يعلمها، وعنده كثير من التقصير والغفلة عن حق الله وأمور الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يتنبه لها ولا تكون حاضرة في ذهنه. وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي، اللهم اغفر لي ذنوبي كلها وعمدي، ما فعلته عن عمد وقصد، ما ارتكبته من المعاصي عامدا ذلك قاصدا ذلك، وجهلي وما فعلته بسبب الجهل، وهزلي وما فعلته وتسببت فيه بسبب الهزل والمزح واللعب. بعض الأشياء نفعلها من باب المزح والهزل وكذا وكذا، ولا نظن أننا مؤاخذون بها. فيا رب إن كان ثمة شيء من هذا القبيل فاغفره أيضا، وكل ذلك عندي. هذه من أجمل الكلمات في هذا الدعاء: يا ربي أنا مقر، عندي ذنوب بالعمد، وعندي ذنوب بالهزل، وعندي ذنوب بالغفلة، وعندي ذنوب بالهزل، وعندي ذنوب في كذا في كذا، يا ربي كلها موجودة عندي وكل ذلك عندي. هذا فيه إزراء بالنفس، وفيه الإخبات لله سبحانه وتعالى، والخضوع له والخشوع له والاستسلام له والانقياد له سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، اللهم اغفر لي ما قدمت ما سبق وسلف من الذنوب اغفره يا رب، وما أخرت، أي يا رب احفظني فيما أستقبل ألا أقع في هذه الذنوب. ما أخرت أي ما سيأتي لاحقا مؤخرا، يا ربي احفظني ووفقني لفعل الصالحات وترك المنكرات واجتناب المعاصي ألا أقع فيها في المستقبل. قال: وما أسررت وما أعلنت، يا ربي عندي ذنوب في السر لا يعلم بها إلا أنت، عندي ذنوب خلوات، عندي جرائم بيني وبينك يا رب لا يعلمها إلا أنت يا ربي سبحانك، عندي جرائم لا يعلمها إلا أنت ولا يسترها إلا أنت، وما أعلنت، ما ارتكبته أمام الناس علانية، ما ارتكبته علانية. هذا فيه استيفاء جميع أنواع الذنوب والمخالفات التي عند الإنسان. وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، أي أنت الذي تقدم من تشاء، تقدمه إلى فعل الخير، تقدمه إلى طريق الجنة، تقدمه إلى طلب العلم، تقدمه إلى فعل الخيرات وإلى ترك المنكرات، وأنت المؤخر، أي أنت الذي تؤخر من تشاء من عبادك إلى النار وتبعده عن الخير ونحو ذلك يا رب، فلا تجعلني من هؤلاء الذين تؤخرهم. قال: وأنت على كل شيء قدير، أي أنك يا رب على كل شيء قدير، قادر شديد القدرة، وأن قدرتك نافذة يا رب العالمين، ومنها أن تغفر لي ذنوبي وتوفقني لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب كل شيء وفعل كل شيء يقربني إليك يا رب العالمين. فدل هذا الحديث على استحباب هذا الدعاء بهذه الكلمات المشتملة على طلب المغفرة المقرونة بالتواضع والإخبات لله سبحانه وتعالى، ومقت النفس في ذات الله، والانكسار والانطراح بين يدي الله جل جلاله،
وأيضا فيه أن فيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يدعو ويقول في هذا الدعاء، وكل ذلك عندي من باب التواضع لله سبحانه وتعالى. فنحن الغارقون في الذنوب من باب أولى. وفيه أيضا من الفوائد أن الإنسان قد يؤاخذ على هزله، ولذلك قال وهزلي. وأيضا فيه فوائد كثيرة في هذا الحديث، لكن نكتفي بهذا القدر. وصل إلهي كلما ذر شارق على خاتم الرسل الكرام الأطايب، ومن فاته رؤيا النبي فما له كأخباره سلوى عن الفوت الأفظع. عطروا جمعاتكم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بوابة الفلاح والنجاح والتوفيق والهداية والسداد والرشاد والعون والتوفيق. وأكثروا من الدعاء في آخر ساعة من الجمعة لأنفسكم وأهليكم وأحبابكم وأوطانكم وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. وعليكم بجوامع الدعاء، وقدموا بين يدي أدعيتكم من الثناء لله سبحانه وتعالى والحمد والتمجيد والشكر والثناء، وأردفوا ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واجعلوا بعد ذلك طلباتكم وأدعياتكم من خيري الدنيا والآخرة، وعلى رأسها جوامع الدعاء. واختموا أيضا أدعيتكم بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.